أول شي بدي أقول لك مبروك السنة مع النجمة، عن جد what a performance و what a year إلك بلبنان خاصة بالفوتبول. ميرسي حبيبي، ميرسي كتير صراحة. ايه كانت تجربة كتير حلوة، خاصة انه اول مرة كان بلبنان. قبل رحت مع النجمة على آسيا، وهي كانت اول مرة بلعب فوتبول بلبنان، والحمد لله كانت كتير منيحة. وانت فيرست يير بتلعب فوتبول مش بس بلبنان، برات لبنان كمان، فيرست يير تلعب ديفيجن 1 فوتبول صح؟ هلا كنت العب هون بس مش يعني بالدوري هون، مثل ما انت عارف انا عايش بكوديفا بابيجان، كل حياتي كنت هون العب، يعني هون تعلمت اللعب وكنت عايش هون، بس كنا نلعب هون فوتبول مدارس وهيك، بس ولا مرة اكيد لعبت بالدوري، فاول مرة كنت بلعب دوري درجة اولى ببلد معين. كيف وصلت على الدرجة الأولى بلبنان ومع النجمة؟ يعني كيف صار الريكروتمنت؟ أنا بعرف إنه عندك هيستوري بالفوتسال وحنوصلها يعني كبيرة كتير، بس إنه كيف وصلت هيك دغري بلشت مع النجمة دغري؟ صراحة صدفة صدفة كيف بيقولوا وصلت، بس انه اكيد في عالم كان لهم ايد قوية. يعني اول شيء انا جيت من سنتين بعتقد او سنة الماضية كنت عم بلعب فوتسال مع الحرية صيدا، كنت نازل العب معهم شهر بالبلاي اوف، كنا عم بلعب حبينا العب نص نهائي هيك، كان وقت الكورونا كمان، فبوقتها ما كنا كتير نحن عم نتمرن مع الفريق، انا لانه دائما بحب انه اكون جاهز، خاصه انه جاي من هون ما كتير عم بلعب، يعني عم بلعب عم بتمرن هون بس غير انه بس تلعب البلاي اوف وبس تلعب بالدرجه الاولى. دونك طلبت كان بوقتها مدرب الحريه اللي هو حسن حمود، اللي هو وجه له تحيه وكتير قريب كتير قريب مني، يعني كان بوقتها هو المدرب وبنفس الوقت هو مدير الفريق تبع النجمه. اوكي دونك ثابت قلت له بوقتها انه بفضل الايام، لانه ما كنا عم نتمرن كل يوم وفريق بده ينافس، يعني كنا جايين بدنا نربح البطولة، طلبت منه الأيام اللي ما متمرن فيها نتمرن مع في إذا في يتمرن مع النجمة. كان بوقتها بأول ما وصلت كان بعده الكابتن موسى حجاج هو المدرب تبع النجمة، وبس نزلت على التمرين صراحة كانت إيجابية، وطلب إنه كان عندهم هن بطولة آسيا بوقتها، كانوا مؤهلين على آسيا، فطلب إنه أنا أكون معهم. ساب تغير مدرب، كمان المدرب الجديد التونسي اللي إجا كمان كان موافق على هيدا الشيء، وهيك سابت رحت معهم مع رئيس النادي كمان القديم وافق، فهيك سابت والحمد لله كانت برمفورمس، يعني ما تأهلنا بس إنه على ليفل بيرسونال كانت منيحة، دونك كرمال هيك بس صح لي فرصة تانية طلبوا إنه أرجع على النادي. ليك انا كمان قلت شيء انت قلت على الليفل بيرسونال، وبتذكر كمان وقت كنا عم نحكي تحت الهوا هذيك المره عم بتقلي انه قد ايه المنتل هيلث وقد ايه هيك منتلي انت كنت انه اتس مور ا منتل جيم، يعني تنقل من الفوتسال على الفوتبول ودغري تفوت مع الدرجه الاولى، وكمان اكيد كوتش حسن حمود يعني نوجه له تحيه اكيد ساعدك، بس كيف يعني انه بيرسونال ليفل انت قد ايه يعني منتلي قوي، وانا بعرف قد ايه انت بتتمرن كمان لحالك، يعني ما بتتكل بس على التيم افورت، عرفت كيف؟ او اذا عندك كومبيتيشن بتتمرن، يعني all the time مركز على تمرين بيرسونال، فيك تقلي شوي عنه؟ لك اول شيء يعني كل الرياضات ان كان سبور الكوليكتيف او سبور الانديفيديوال، انا بالنسبه لي لو واحد يقدر يوصل، اذا نحن عم نحكي هلا على ليفل لبنان، بس عم نحكي اذا عم نحكي بيوروب او برا على ليفل انترناشونال، كل واحد بده يوصل لازم يكون عن جد منتلي انه هو مآمن وعنده باك جراوند اذا بدك انه بده ينجح، ولازم يكون عنده منتاليتي ولايف ستايل تا يقدر يوصل لهالهدف. دونك سي بور سا انا الفتره كنت صار لي كثير زمان كمان مش لاعب فوتبول، كان وقتها بس فوتسال 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 صراحة، وثائبت انه كنا عم نلعب نحن هون ميني فوتبول، بتعرف حتى هون بكوت ديفوار ميني فوتبول اكترية الوقت مثل بلبنان يعني. مظبوط. دونك بتثائب لا تقدر تيجي اذا ما انت يعني بضل في عندك ريفلكس، زمان ما هن يعني مش هنتخبى انه الفوتسال كتير بتساعد بس بدك تلعب فوتبول، اذا بتلاحظ انه حتى برا ثلاث ارباع اللعيبه بيكون عندهم باك جراوند، اللعيبه اللي كثير منيح بيكون عندهم صح باك جراوند فوتسال، صح ليه؟ لانه على مساحه ضيقه بتكون كثير مرتاح، دونك بس تيجي على الفوتبول بضل بتحس حالك مرتاح اكثر، اقل في ضغط، بس بنفس الوقت في شيء بينقصه بالفوتسال بالفوتبول اللي هو الفيجن، اللي بدك ترفع راسك بدك تشوف بدك تغير جهه بدك، يعني هول القصص، دونك هيدي البارت اللي انت بدك تكون واعي لها وتقدر بس تيجي على الفوتبول انه ما تنقصك، لانه بالنهايه حسب البوزيشن اللي انت عم تلعبه، انا كنت عم بلعب وسط، دونك كل هول اذا بدك كاركترستيك بدك تنتبه لها لتقدر تلعب من فوتسال تنقل على الفوتبول يعني.
مظبوط. كمان ليك انت عم بتقول انه كتير بروفيشنال بلشوا، مثلا نيمار، وفي لعيب صح كمان كان يلعب مع ساوثهامبتون اسمه تاديتش، انا وقتها كنت احضره كان يعني تكنيكلي كتير فوتسال بملعب الفوتبول. ووقتها كنت عم بحضرك كمان بالفوتبول، شفت انه يور ليفل، انه السبيد تبعه لك وهيك كانت كتير ادابتد للفوتسال، عرفت كيف؟ يعني كنت عم صح تلعب بطريقة بسمول سبيسز تطلع فيها، وكأنه حسك انه عم تلعب على ملعب صغير، وهيدي بعتقد ساعدت كتير النجمة بسمول جاب سيتويشنز. اذا بدك يعني اذا طالعين عليك بريس وانت بدك تبلش هالاكسلريشن، يعني كل ما احضرك نشوف الهايلايت انه يور بيتنج ذا اذر بلاير كل مرة، بس لانه معود على هيدي الاول 15 ثواني الاكسلريشن، وتطلع وبعدين تلعب الطابة لتاني ميل او تلعب لقدام او تضلك مدربل فيها. صح يعني اذا بدك بستيل اللي انا بالبوزيشن مثل ما عم لك، لانه البوزيشن اللي اخذته هو تقريبا سيس او ويت حسب امرات مين عم بيلعب حدي. وكمان ما بدنا ننسى انه نحن كان عندي زملاء بالفريق، طريقه لعبهم كمان كتير ساعدتني انه انا كمان بين جوا، لانه امرات حسب لعبه كمان في لعيبه، ما عم نحكي عني، عم بحكي ان جنرال، يمكن في لعيبه ما ببينوا حد، لعيبه يمكن مع غير لعيبه يلعبوا حدهم يبينوا اكثر جوا، فزملائي كمان ساعدوني بهالشغله. ونحن الطريقه اللي كنا عم نلعب فيها، بس انا جيت على النجمه ثاقبت انه جينا تغير المدرب وتغيروا 3 اجانب وانا تغيرت، دونك تقريبا عندك 4 لعيبه تغيروا من الاساسيه، دونك في كتير فرق صار. ما عم بقول لك انه احسن او مش احسن، لانه اللعيبه اللي كانوا قبل كمان كتير منيح، بس ثاقبت انه هالمجموعه نحن 3 ارباع حتى الاجانب بيلعبوا كتير على يعني بنلعب باسات قصيره، دونك هيدي شغلة كمان ساعدتني. وتاني شغلة بالفوتسال جربت قد ما في اخدهم اللي هن القصص البوزيتيف اللي بيقدروا يطبقوا على الفوتبول، يعني اذا بدك تحكي انت على مسافة صغيرة تقدر انت تطلع من سيتويشن اوت اوف ريس، هول خبريات، دونك بس تقدر تطبقهم على الفوتبول هيدا الشيء كتير بتحس حالك مرتاح، وحتى يعني بيصير اللعيب ماتش بعد ماتش بياخد ساعة اكتر وبيقدر يكون البرفورمانس تبعه احسن. أكيد. إيه مزبوط مزبوط. وكمان يعني أنت السنة لعبت سنة بالنجمة، أوكي، وأنا كنت عم بشوف ريسنتلي هلأ المنتخب الفوتبول عم نحكي هو بإنديا هلأ، وكنت عم صح بتساءل ليه كريم أبو زيد منه مع الليبانيز ناشونال تيم أوف فوتبول، حتى إذا لعب سنة بلبنان بالنجمة، بس أنا بيرسونلي كنت حسك يعني one of the key players مع النجمة، ليه منك مع المنتخب اليوم؟ ميرسي حبيبي، اول شيء على الاوبينيون تبعك ثاقبت صراحه. هلا انا لعبت نص موسم حتى مش موسم كامل مع النجمه، يعني لعبت السداسيه الاياب تقريبا كلها اوكي، وثاقبت الحمد لله، كانوا كتير منيح المتوشي، وحتى بعتقد مدير المنتخب الفوتبول يعني الاول ده قال لي اخذ معلومات عني، هلا ما استدعوني اوفيشالي بس اخذوا معلومات انه انا اذا عايش بلبنان ولا عم بتمرن كل السنه بلبنان او التحضير بلبنان وهالقصص. صراحه قلت لهم انه انا 3 ارباع يعني ماني هون 3 ارباع الوقت، بس عم بيجي امراض عم بتوش الحساسه او عم بيجي بالفتره الحساسه، يعني تقريبا هالاتفاق اللي كان اصلا سنه الماضيه، دونك هلا المنتخب تعرف يعني بالنهايه بدك تتمرن كل الوقت، بدك تضلك كل الوقت، دونك بيست على هيدا الشيء هن اخذوا القرار. اوكي، يعني انا بحس الليفل تبعولك بيسمح انه كريم يكون مع المنتخب، بس بركي اللايف ستايل، وهلا انت وين بكوت ديفوار، وبركي ما عندك هالهيستوري، وعم انه بين لبنان وكوت ديفوار، بركي ما انه ما ساعدت انه يتحمسوا انه في يكون كوميتد معنا كمان. وتوصل على تاني نقطة، انت هلا بكوت ديفوار بتشتغل صح؟ You're not a full time soccer football، يعني ما بتعمل full time football صح؟ لا عم بشتغل كل الوقت، بس نحن هون عنا فريق تقريبا اذا بدك اماتور هو، بس انه منديرة بطريقة شوي احترافية بيناتنا، يعني نحن هون كل يوم تقريبا بنلعب، عنا فريق تقريبا فيه شي 18 لعيب اوكي، وعندك كذا مستوى باللعيبة، عندك لعيب كتير منيح يعني بنفس المستوى بدك تقول حتى بالدرجة الأولى بلبنان لما نكون منبالغ يعني، وبنلعب اللي حلو انه بنلعب بدورات نحن كلها فيها فرقة، دونك بيلعبوا حتى الدرجة الأولى هون جوا كل الوقت، يعني قليل قليل جدا انه فريقنا يفوت بدورات شعبية لبنانية، أكتريتهم بيكونوا بدورات يعني مع لعيبة فرقة بالدرجة الأولى، دونك سي بوغ سا فريق مسابق انه هيدا الفريق كله بحب هاللعبة، حتى في لعيب صغير اجى معي هيدي الفترة وتجرب مع النجمة، يعني انا بالنسبة لي هيدا الصبي
مشروع مستقبل كتير كبير ان شاء الله. دونك هاللعيبه اللي هن تقريبا نفس المستوى، هيدا الشيء اللي بخليني من ميلي بارت اذا بدك ضلني مدين على هيدا المستوى. واكيد في بارتي براني اللي بدي انتبه عليه دايما، انه اكيد بريباراسيون فيزيك وبالجيم اذا بدك، هيدي مرتي بتساعدني فيها هون اكيد، لانه هي دايما ايه مية مية بهالموضوع عندك يعني انت عندك بتنتبه يعني لإلي اكتر مني انا بهالموضوع. مية مية يعني انت عندك كوتش فوق راسك، حتى اذا انت مش مقتنع فيه عندك مرتك اللي هي بيرسون ترينر صح؟ اكزاكتلي، هي عامله ماستر بسبورتس مانجمنت، اوكي، سو وهي هي بي دايما تي اذا بدك. فوقك، هي دايما فوقك انه لا انتبه، لازم تضلك اون فورم اذا بدك تانه اكتر ما تقدر. انا بنتبه على حالي، يعني انا اذا امرات هيك برخ شوي، هي يلا بدك تيجي هلا بتنصاب هلا، يعني بدل حتى على الاكل حتى على، يعني تقريبا كل لايف ستايل تبعي هي بركلجيته صراحة. وحتى اذا ما يعني ما عندك مثلا بطولة مع النجمة او مع فريق او عم تلعب برو، دايما يعني يو مينتين هيدا الليفل انه تضلك فيزيكلي كتير ريدي لانه شو ما كان اوبورتونيتي. هلا ما تنسى، لانه عندي يعني صار لي 12 سنه، يعني انا رجعت لهون بال 2019، صار لي تقريبا شي 4 سنين ليتس سي تركت لبنان اذا بدك، بس يعني مقبلها كان صار لي 10 سنين انا بلبنان، كل يعني كل يوم تقريبا بتمرن. بدك تيجي تتركها هيدي، يعني بارت منك اذا بدك ترك لبنان، بس في بارت ما قبل يترك لبنان. ليه؟ لانه جوستومون انه بعدني بحبها للعبه، اللي كان فوتبول او الفوتسال جوا، بعدني عايش مع كل يوم بحاجه لها جوا. حتى لو عندي شغله، عندي انا وقت معين بخلي شغله، حتى لو بدي ارجع على شغلي بعد الفوتبول، بس هالوقت الفوتبول بدي اجي العب وبرجع برجع على شغلي، يعني هيك بتسائل.